أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما رأي فضيلتكم فيما معمم قوله تعالى وفي سبيل الله فجعل الزكاة في جميع مصارف الخير ولم يخصها بالجهاد فقط؟ يا أخي كل الأصناف الثمانية على هذا التفسير كلها أيضا في سبيل الله، لماذا الله نوعها وهي كلها في سبيل الله على تفسيرك هذا؟ هي كلها قربات وطاعات، هي كلها إذا ما حاجة إلى الثمانية ذي، قل في سبيل الله وخلاص. يا أخي لا تصرف بالقرآن وتأوله على هواك وعلى رغبتك. نعم.